تشرفت اليوم بزيارة ولاية غليزان للإطلاع على واقع وآفاق القطاع وللنهوض بالشباب والرياضة في هذه الولاية المحورية والمهمة من غرب البلاد. طبعا كانت فرصة طيبة اغتنمناها لمعاينة وتيرة إنجاز بعض المرافق الرياضية وتدشين مرافق رياضية أخرى لفائدة سكان هذه الولاية التي كما تعلمون تزخر بمواهب شبانية ورياضية تنتظر التحرير وتستحق التأطير أيضا.